معنا عبر الهاتف مينا طبقة سعيد المحمد، عضو مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في مجلس سوريا الديمقراطية. مرحبا بك معنا سيد سعيد. مما لا شك فيه أنه من أصعب المهام في المرحلة الحالية والقادمة هي مهمة إعادة تأهيل الأطفال الذين يعني خضعوا لغسل الأفكار من قبل تنظيم داعش وزرع أفكار متطرفة. حدثنا عن جهودكم في عين عيسى في ذلك المخيم، عن الدعم الذي تتلقونه وعن الإمكانات التي ربما متاحة حتى الآن لكم. أول شيء أستاذ الكريم، نحن رحب بكم ورحب بالمشاهدين الكرام. نحن هاي المبادرة أستاذ الكريم، افتتاح المدارس في المخيمات، كون يوجد عندنا أكثر من 2500 طفل حاليا موجودين في مدارس بدون مدارس منذ قدوم داعش إلى الأراضي السورية، فهم واجههم ظلم ويعني وحرمان، وخاصة في موضوع التدريس. نحن تحت كمجلس سوريا الديمقراطية مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية قمنا هذه الفكرة، أنه بحيث أول شيء الهدف منها هو إخراجهم من الأجواء التي واجهوها في أيام سيطرة داعش، فالأطفال انحرموا من كثير أمور كانوا معلوم. سيد سعيد ذلك، دعنا نتحدث بلغة الأرقام. قلت 2500 طالب موجودون في المخيمات بلا مدارس. 500 طالب، نعم. كم مدرسة حتى الآن؟ مخيمين عيسى أستاذ الكريم فقط. نعم. عندك مخيمين في مدينة منبج، مخيم الغربي والمخيم الشرقي. المخيم الغربي يوجد فيه أكثر من 800 طفل بحاجة إلى التدريس وإخراجه من أجواء داعش. المخيم الشرقي يوجد فيه 530 طالب طفل، هو أعمارهم ما بين 6 و12 سنة. هؤلاء الأطفال لا يعرفون شيء عن المدارس. يعني قرابة 4000 طفل بلا مدارس اليوم. كم مدرسة تم توفيرها من قبلكم؟ أستاذي الكريم، أرقام دقيقة. رغم النزوح أو أزمة النزوح حاليا من دير الزور وريف دير الزور، يعني ما يقارب أرقام ضيابة بحدود 5000 طفل بحاجة إلى تدريس وإعادة تهيئهم نفسيا قبل التدريس. فمبادرتنا بافتتاح المدرسة هي عبارة عن إعادة التعليم للأطفال وإخراجهم من الأجواء التي يعني أفهم منك، بس هي مدرسة واحدة في عين عيسى أم أن عدة مدارس في عدة مناطق؟ أستاذي الكريم، رغم الظروف البسيطة مجلس سوريا الديمقراطية ومكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في مجلس سوريا الديمقراطية هي أول مدرسة أول مدرسة سنقوم مستقبلا إن شاء الله بالأسبوع القادم مدرسة جديدة في المخيم القلبي في منبج والمخيم الشرقي ومن ثم مخيم طويحين في الطبقة. يعني حاليا يوجد عندنا مخيم أبو خشب انتشأ جديدا للنازحين أهلنا من دير الزور، إن شاء الله المدارس ستزور كل المخيمات بإذن الله تعالى رغم الظروف البسيطة اللي موجودة. نعم. بين أيدينا، نتمنى ذلك. على كل الأحوال شكرا جزيلا، يعطيك العافية، ونتمنى أن توفقوا في جهودكم في هذا الصدد. سعيد المحمد، عضو مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في مجلس سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف من الطبقة. شكرا جزيلا لك.